إدارة صندوق تكافؤ عاملين بالمركز. بتوجه رسالتي للسيد المستشار المحترم رئيس هيئة الرقابة الإدارية. مشكلة حضرتك؟ المشكلة إن في تجاوزات في الصندوق تكافؤ لعاملين بالمركز، ويتم تسجيلها في محاضر الجلسة، لكن لم يعتد بها. منها عدم إدراك أو عدم يعني المفروض يبقى في إضافة بند بإخلاء الطرف، عدم إضافة بند بإخلاء الطرف خاص بالعاملين عند بلوغ سن المعاش، مراعاة لمصالح العاملين وحفاظا على أمواله، حيث يدعى زميل لنا يدعى فتوح عبد المنعم. هو خرج للمعاش في 26/5/2012، ده كان تقاضى 10,000 جنيه صرفة من الصندوق، وحتى الآن لم يسدد حتى تاريخ 6/5/2015. ايه تاني؟ الموضوع التاني، احنا عايزين نخصص حجرة صغيرة بالمركز دي تكون مقرا للصندوق للحفاظ على مستنداته وسجلاته والشيكات وجميع المستندات الأهم، لكن للأسف تم عرض الموضوع رئيس المركز والنائب، لحد الآن لم يخصصوا مقرا للصندوق. المشكلة بعدها يدعى زميل اسمه عبد الله، انا ما اعرفش مدى احقيته ايه، هو بيتقاضى 225 جنيه من الصندوق، وما اعرفش مدى احقيته ايه في الصندوق. اسف. شغال ايه هو؟ هو شغال في المركز بس هو معانا كده في الصندوق. يعني مشكلته مفيش ايه؟ قرار مفيش. مشكلته ايه بقى؟ مشكلته ان هو بيتقاضى 225 جنيه، وانا عن نفسي شخصيا ما اعرفش الدور اللي بيقوله ايه العمل القوي. المشكله اللي بعدها في مشاكل تانية؟ لا مشكله تاجيل الاجتماعات، احنا من 27/1/2015 بقالنا 3 اشهر ما اجتمعناش غير النهارده، لان في ماده في اللائحه بالقانون بتقول الماده 23 من القانون 54/75 شأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية ونظامه الأساسي، بتنص على إيه؟ يحتفظ الصندوق بمقره بالدفاتر والسجلات. دي حاجة تثبت إن لازم يبقى في مقر في الصندوق أو للصندوق عشان نحفظ فيه المستندات ونحافظ على أموال الناس. وفي مادة تاني هي مادة 39(ا) من نفس القانون بتقول أو بتنص على وضع النظم المالية والمحاسبية والمراقبة الداخلية الكفيلة بالحفاظ على أموال الصندوق. في مادة 40 نفس القانون بتنص على يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق الصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق. في المادة 35(5) من نفس القانون تنص على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر للنظر في شؤون الصندوق